اكيد لسه بنتكلم عن نادي الزمالك وعن مشاركه نادي الزمالك في الكونفدراليه الافريقيه. انت شايف ان هو يعني ماشي بشكل كويس خلال النسخه الحاليه من بطوله الكونفدراليه الافريقيه، هو متصدر لمجموعته في البطوله دي، شايف ان هو بينافس بقوه في النسخه الحاليه ان هو يكون صاحب اللقب في الكونفدراليه؟ هينافس يعني بينافس بقوه، دي ان شاء الله يعني تبان في المباريات، لان نادي الزمالك لسه لحد دلوقتي ده برضو ما قابلش فريق بالقوه الكبيره، يعني لسه يعني ممكن لما يعدي الدور ده في فرق كتير جدا اللي هتوصل معاه فرق قويه جدا، فيعني هو لسه لحد دلوقتي ما قابلش الفرقه الثقيله اللي نقدر نقول ان نادي الزمالك فعلا اتحط في احتكاك قوي، لكن اتمنى ان شاء الله نادي الزمالك باذن الله يحافظ على المستوى، يقدر يؤدي ان شاء الله بشكل كويس، اتمنى يا رب ان شاء الله يوصل للمباراه النهائيه وياخد البطوله، صحيح يعني دي هتفرق معاهم كتير جدا اكيد. في هو ده الفتره اللي اللي جايه. بنتمناه لنادي الزمالك ممثل اكيد الكره المصريه في الكونفدراليه الافريقيه هو ومودرن مودرن فيوتشر، فيوتشر اكيد بالظبط، ان اكيد يكون اللقب من نصيب يعني نادي حد من من الفرقتين الاثنين طبعا اللي بيمثلوا الكره طبعا المصريه، لان في النهايه ده اكيد يعني بيكون في مصلحه الكره الكره المصريه المصريه في اكيد. نهايه الامر.